في كل الاحوال في حاجتين بنقولنا ان هم مهما امتلكوا حاجات دي عشان هو جزء كبير من ده جزء شيطاني في هذا الكلام، ان الوعي والايمان. الواحد لو عنده ايمان بالله ايمان حقيقي ووعي بقى الوعي بتاعنا ان ندرس ونعمل الكلام ده كله بالزبط. نقدر نهزم كل هذا الكلام بالزبط. طيب نشوف التليفون ده بس الاول. مساء الخير يا فندم. طيب الخط قطع. طيب نخش طيب احنا كنا دخلنا عدلاتي على احنا دلوقتي دخلنا انا عشان وقت الحلقه عشان عايز ادخل في انا ما اعرفش احنا ما اعرفش احنا فين ولا وقت ايه لا في معنى حاجات كتير، فانا هحاول ان انا اشرح موضوع الجن الفضائي ده بسرعه. طب يلا خلصنا بقى طب من الجن الفضائي. موضوع الجن الفضائي ده زي ما قلنا ان عندنا 20 دقيقه ان قدرات الاقمار الصناعيه فاقت كل خيال، بحيث ان هي بقت اقمار صناعيه مسلحه وتعتبر من الأسلحة النظيفة التي لا يمكن أن تمسكها. مايكروويف مايكروويف والماجنتيك فيلد واللي فوق كده بقى أسلحة البلازما اللي ممكن نناقشها في برنامج تاني وأسلحة البلازما وأسلحة الليزر. فدلوقتي حصل أن في مشروع بسرعة هقوله عشان نفوق لحاجة تانية. مشروع الجن الفضائي دوت مشروع وقع الكونجرس من حوالي 3 سنين وأخذ موافقة بيه وتم نشره. هو عبارة عن منظومة من الأقمار الصناعية متناهية الصغر، متناهية الصغر مش معناها أنها قد كده بس الصغيرة بالنسبة للأقمار الكبيرة دي، مزودة بتقنيات تسليحية كاملة. تسليحية؟ تقنيات تسليحية. عبارة عن إيه بقى؟ عبارة عن 500 مليون قمر صناعي. 500 مليون قمر صناعي، يعني متخيل حضرتك العدد؟ يعني دي عشان يعني انا يعني ممكن عشان ما نضيعش وقت بس عشان حضرتك لو سالتني انت جايبه الكلام ده منين فجايبه مثلا اثبات معايا. ايوه ده ايه دلوقتي اللي طالع ده؟ هو ده مشروع اللي هو ازاي تزويد الاقمار الصناعيه بالتكنولوجي اللي هي بتاعه الاستهداف بالماجنتيك فيلد والاستهداف باسلحه البلازما بتاع. فهو جايب تجربه هو عاملين 500 مليون واحد 500 مليون مغطين بقى بغطيين بقى. عايز اتاكد برضو يدخل على مشروع الجن الفضائي موافقه الكونجرس عليه، ودول تحكم وفي كتير ناس سمت بيها وفي ناس ما تعرفش عنها حاجه وكانت فاكراها. يعني انا اثرت الموضوع دوت على النت، يعني انا قعدت فتره بدرس في الحاجات ديت وبعدين قررت من كام سنه لما انا عارفه المخطط اللي حاصل قررت ان انا ايه ابسط الحاجات دي وترجمها واحطها انزلها للناس تعرفها على النت. طبعا في الاول الناس لما كان الواحد بيتكلم عن سلاح الزلازل والسيطره العقليه بتاع الناس ايه مين المجنون ده مين الكذب ده، ابتدت بقى انت تحط الوثائق بتاعتك تبسط 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 عشان الناس تبتدي تفهم ايه اللي بيحصل علينا. كل الناس حاسه خلينا في الشرائح كل الناس حاسه ان احنا مش طبيعيين، احنا مش طبيعيين. زائد ان في حاجات برضو موجودين في الشرائح. حاضر. موضوع الشرائح ده ايه؟ موضوع الشرائح ده هو استخدام تكنولوجيا النينو اللي احنا شفنا بيها زي البارتكلز اللي هي الصغيره دي. احنا بنقول ان احنا بنتعامل في واحد على بليون، واحد على بليون من المقياس. فانت بتتعامل معلش بس اخلي الصوره دي شويه شرائح التحكم دي اللي هي اللي اسمها ريفايد شيل الصوره يا ستي. لا خليه مش انت عايز الصوره خليها طب خليها انت بتقولي خليها لا بقول يا ريت نخلي الصوره دي شويه. فبقول شرائح التحكم دي من اهم الحاجات اللي هي عملها تكنولوجيا النينو، اتعملت بتكنولوجيا النينو. على فكره دي مذكوره في النبوءات برضو المقدسه ان هي دي اسمها شريحه الدجال، شريحه التحكم بتاع الدجال او الشريحه رقم 666 اللي هي الرمز الدجالي. دي اللي مذكوره في نبوءات في رؤيا يوحنا اللاهوتي ومذكوره في دانيال اللي هي رقائق الدجال او شريحه الدجال اللي هي بتاعه التحكم اللي هيتحكم في الاشخاص. الحكومه الامريكيه اشتغلت بتكنولوجيا النينو. الكلام ده على فكره من سنين طويله، مش يعني مش حديثا قوي، الكلام ده من سنين طويله بس الناس الشرائح دي تتركب بمزاجهم. ما انا هقول لحضرتك حاجه، الشرائح دي عباره عن زي حضرتك شايف كده شكلها دي فيها سيستم كامل. هما بيقنعوا الناس ان دي بتخزن فيها، يعني انا عايز حضرتك تركز والمشاهدين يركزوا، هما بيقنعوا الناس ان دي بيخزن فيها تاريخك المرضي وتاريخك المالي بحيث ان انت بعد كده هتيجي بدل ما انت تحط كريدت كارد هتقوم عامل بالشريحه. يعني مش هيبقى في نظام بنكي. والناس متكلفه. وهوري برضو يعني معايا 2 فيديو على النماذج دي. فهم دي فيها كل معلوماتك، هم بيقنعوا الناس ان دي فيها كل معلوماتك الشخصيه، تاريخك المرضي، تاريخ عيلتك المرضي، كل معلوماتك البنكيه. مش حته دي بتاعتي بقى ايه البتاعه دي قد ايه؟ ما هي سنتي مثلا. بس في اصغر من كده. انا هبقى يعني اجيب طيب صور نماذج بس هي دي نموذج بس عشان اوري الناس دي نموذج. فبقول
اقنعوا الناس ان دي تاريخ المره دي خلاص ان دي مهمه. طيب ابتدى بقى الكونجرس الامريكي على فكره عمل جلسه اقر بانها تكون الزاميه على الشعب الامريكي المتمتع بتامين صحي ابتداء من مارس 2013، يعني هتكون ملزمه ما شاء الله للشعب الامريكي وهتعمم على العالم في حدود من العالم ليه؟ ما هقول لحضرتك هم هيعمموها بالهدف ده ان هو خلاص ده بقى المنظومه العالميه. انا لسه دي. يعني الموضوع ده انا عايز اشرح ايه بقى ابعاده والخطوره فيه. النقطه زي ما قلت الكونجرس اقر قانون ان هي هتبتدي تعمم على الشعب الامريكي من مارس 2013، وبحدود بدايه 2014 هيجرم اللي ما حطش الشريحه. على فكره يا جماعه في 2 مليار دلوقتي في امريكا وفي العالم زرعوا فعلا الشرائح. النقطه بقى اللي انا استغربتها، ومن هنا اسمح لي حضرتك بدون اكاله اتهامات لحد ان انا اسائل الدكتور زويل، لان الدكتور زويل قعد يروج ليها في مؤتمره في جامعه القاهره. هل انت يا دكتور زويل مش عارف خطوره الشريحه دي؟ انا سؤال بوجهه، سؤال يعني جانبي. هل انت مش عارف؟ سؤال بريء يعني. هو مش بريء بس يعني لا انا بحكي يعني. فمن ضمن بقى الكوارث بتاعت الشريحه دي، وانا مش عايز اخوض ان الشرائح دي استخدمت على ساسة عرب واستخدمت على قادة عرب وبقى لها سنين مستخدم، مش عايز اخوض في الكلام ده، ان الكلام ده هيعمل مشاكل، لكن انا عايز اقول ان في 2 مليار دلوقتي مستخدمين الشريحة دي. الشريحة قادرة على انها تسيطر عليك عقليا تماما. الشريحة مش بس يعني هنا ده النموذج ان هما يحطوها في الايد. انا رجعنا تاني كبار الشاشة، شايفة الايد دي عاملة زي يكون ايه الايد تحت؟ صناعية ولا ايد طبيعية؟ لا دي ده ايد طبيعية وهنشوفها. لا 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 الايد اللي هي اللي تحت اللي تحت. لا دي جايبين صورة تحت اكس راي. ده اشعة عشان كده قلت ده ايه الشيطان دي ولا ايه دي؟ جايبينها تحت اكس راي. بس انا عايز اقول على حاجة بداية، ان هي هما هنا ابتدوا الناس اللي هي من المواطنين العاديين زرعوا لهم الشريحه في ايدهم، عشان انت بعد كده هتيجي في هيبقى في مكنه في البنك ان انت بدل ان انت تقوم ممشي ديت اوكي، فالاسهل بالنسبه للناس انها تبقى في الايد، ان انت مش هيبقى فيه فلوس، هيبقى انت الاقتصاد بتاعك في البنك، بدل ما تستخدم كريدت كارد انت في قاعد. طب انا ممكن هاخده غصب عنه واعمل ايده دوت حربه يعني؟ ما هو هي لا لا دي، وعلى فكره هي مش بس شرايح، ده في كمان دول وسط ان هي تبقى شريط داخلي. بس انا عايز اقول ان هي في الاساس بتاعه التحكم العقلي ما بتبقاش في الايد، بتبقى بتتزرع يعني في الدماغ. في الدماغ، في الجزء الخلفي في الدماغ، وبتتزرع كمان بشفط حراري، يعني مش اللي هي ممكن ما تسيبش اي اثر العمليه. ممكن بعد اذنك نشوف اللي هو الفيديو بتاع الفيتشر، يعني اللي اتكلم عليها الدكتور زويل اللي هي بتاعت الايد ولا بتاعت الدماغ؟ اللي هي بتاعت اللي هي ما هي بتاعت الايد، هي انا قادره على عمل بتاعت الدماغ. اولا بقى ما انا هتكلم بقى في المخاطر بتاعتها ايه. بس انا هوري مثلا احد الفيديوهات المروجه ليها، ان هم بيروجوها على مين؟ بيروجوها في الدول العربيه. لان هم عايزين ان اوباما زي يعني دي بتتكلم في برنامج اخباري ان اوباما خلاص اقرها قانونا، الكونجرس اقرها ان بحدود مارس 2013 هتعمم، بدايه 2014 هيبتدي يجرم كل من لم يضعه، خاصه المتمتعين بتامين صحي، هتحرمه بتامين صحي. فانت بتلزم الشعب ان هو يحطه غصب عنه. بعد كده المخطط بتاع المتنورين عامل شريحه دي في حدود 2015 لازم تعمم في على سكان الارض. هم المفروض الفيديو ده هي في الاساس اسمها الشريحه، لان دي اللي جايه في النبوءه اللي في العهد الجديد، اللي هي بتاعه شريحه الدجال، اللي هي بتاعه رؤيا يوحنا اللاهوتي اللي هي شريحه الدجال. دي بقى قادره على التحكم الكامل في الاشخاص، تحكم عقلي، تحكم مرضي، تحكم لدرجة الوفاة، انت ممكن تقتل حد عن بعد بنفس الطريقة باستخدام ماجنتك فيلد وباستخدام الاسلحة الميكروويف. لكن انت كده بقى لو انت بقى بتعممها الافراد ان انت تبقى كل معلوماتك، كل ما هو خاص بيك سهل جدا، يعني انت بتسهل الوصول للاشخاص. يعني اللي احنا اتكلمنا عليه من شوية اللي هو البارتكلز النانوية دي، كل الحاجات دي عبارة عن تقنيات تسهيل السيطرة الكاملة الشاملة على الأفراد. الشريحة دي قادرة على انها تسيطر تماما من خلال برضو، اولا انت خلاص معلوماتك على طول متوصل، هما داخلين جسمك، هما كده داخلين جسمك. ممكن بعد ديت لو احنا عايزين نفتح فيها موضوع كامل، اجيب ازاي دي
ممكن تعمل سيطرة كاملة على الدماغ، ممكن ازاي تصيب بالأمراض. ده في كمان حالات حصلت ان اتضح ان هي بتغير، بتعمل تقطيب للدي ان ايه، بتبتدي تغير في الدي ان ايه الداخلي. يعني انت خواصك كمان بيغيروها، انت خواصك كبني ادم بتتغير. والناس على فكرة المنكرة دوت، معلش احنا ممكن نفتح في دوت، لان في ناس هتنكر ان لا لا ما ينفعش تدخل في الدي ان ايه، لا معلش احنا ممكن نفتح موضوع اللي هيعترض على دوت ومش عايز يطلع على الخلفية، ممكن نفتح نقاش كامل فيه. الشريحة دي قادرة على تغيير الدي ان ايه، لان هم بيغيروا الخواص الاساسية بتاعت البني ادم. على فكرة يا جماعة برضو عايزين يعني معلش نقصف، ان من ضمن الحاجات الاساسية في المخطط الشيطاني ان هو بيخرب كل فطرة ربنا، هو بيخرب كل فطرة ربنا.